يستقبل معرض أهلا رمضان الرئيسي بمدينة نصر المواطنين يوميا، حيث يوفر المعرض كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، ضعني في صورة المعرض وأبرز السلع ومدى إقبال المواطنين عليه. في البداية تحية لكم، أحييكم من أرض المعارض بمدينة نصر في اليوم الأول لاستقبال المواطنين هنا في معرض أهلا رمضان الذي افتتحه أمس دولة رئيس الوزراء، وهو مستمر حتى 9 مارس القادم بإذن الله. بداية، إقبال كبير جدا من قبل المواطنين الذين جاءوا للاستفادة من هذه العروض الكبيرة التي يقدمها معرض أهلا رمضان والتي تصل إلى 30%. تحدثت مع عدد من المواطنين الذي أعربوا عن رضاهم بشكل كبير بمستوى جودة المنتجات المقدمة داخل المعرض، وأيضا توافر جميع السلع الغذائية التي موجودة في هذا المعرض، بالإضافة إلى التخفيضات الكبيرة. هناك تنافس أيضا بين التجار والعارضين لتقديم خصومات وعروض أكثر للمواطنين في هذا المعرض أهلا رمضان. هذا المعرض مقام على مساحة 6000 متر ويضم 124 جناحا، وهو أيضا مقام على طابقين يضم جميع المواد الغذائية وجميع المستلزمات التي يحتاجها المواطن في شهر رمضان المبارك. وأيضا يستمر هذا المعرض من 11 صباحا وحتى 10 مساء يوميا هنا في أرض المعارض بمدينة نصر، قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشير أيضا إلى أن هناك معارض أهلا رمضان في كافة محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين. نعم. وتقديم أيضا يعني تخفيضات كبيرة للسلع الغذائية. أحمد، يعني برأيك ما هي ردود الأفعال للمواطنين أو المترددين على المعرض بشأن الأسعار؟ تحدثت مع عدد كبير من المواطنين وأيضا العارضين. العارضين جاءوا قالوا أنهم فرصة لبيع منتجاتهم إلى المواطنين وإلى الزبائن، أما المواطنين فقالوا أن هناك تنافسية في الأسعار كبيرة هنا في معرض أهلا رمضان، بحيث أن الأسعار هنا مخفضة عن مثيلاتها بالخارج بشكل كبير. وهذا هو المقصد من هذه المعارض، معارض أهلا رمضان التي تستمر هذه الأيام قبيل شهر رمضان المبارك، وذلك أيضا للتخفيف عن المواطنين. أيضا المواطنين أعربوا عن رضاهم بتوفر جميع السلع الغذائية وأيضا المواد الغذائية التي يحتاجونها، وبالتالي نتحدث عن إقبال كبير جدا من المواطنين الذين جاءوا لانتهاز هذه الفرصة وانتهاز هذه التخفيضات والاستفادة منها قبيل شهر رمضان. وبالتالي نحن نتحدث عن حالة رضاء كبيرة من قبل المواطنين القادمين هنا إلى معرض أهلا رمضان الرئيسي في مقره الكائن في مدينة نصر. أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، شكرا لك.